10:15 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي وعلى مدى 3/4 ساعة نستمع إلى هذه الأمسية الدينية من تقديم الزميل محمد عبد الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان تحية من عند الله مباركة طيبة من هذه الرحابة الطاهرة من ساحة المسجد الكبير بقرية كفر سندوة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حيث نعيش وإياكم هذه اللحظات العطرة ونحن نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية. إخوتنا في رحاب الإيمان، وخير ما نستهل به هذا اللقاء الطيب المبارك آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ طه النعماني. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بل القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي الذي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا وجعلنا الليل
وَلَا تَنْ
على بعض وعلى
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقل رب ارحمهما
فكذب وعصى ثم أهل
وارفعنا بالقرآن الكريم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ طه النعماني، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هنا من ساحة المسجد الكبير بقرية كفر سندوة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية. إخوة الإيمان، والآن يطيب لنا أن نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر الشري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في الأولى فقد نامت عيون الخلائق وما غفل، والحمد لله في الآخرة إذ زاغت الأبصار وسقط الحبل. أصرف الناس في كل مكان فما أهلك وما عجل، عبدوا المال فأطغاهم ونسوا الموت فغرهم طول الأمل. ولو شاء ربك لجفت الأنهار وما أصاب النبات بدل. نحمده تبارك وتعالى ونستعينه على كل أمر شلل، ونستغفره لمن تاب منا ومن في المعاصي لم يزل، ونرجوه رحمة واسعة تعمنا ولا نرجو سواها بدلا، ونسأله العفو عما هو آت والعفو عما قد حصل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، ملك فحكم فعدل، قدر الأمور من الأزل إلى الأزل، فلحكمة لم يفعل ولحكمة فعل. سبحان من كان قبل الخلق أجمع، لا قبل من قبله لا بعد إلا رب الوجود تعالى، أن يحيط به علم العباد بلا شرك عبدناه. هو الذي خلق الأشياء من عدم وكل شيء يسبحه ويخشاه. انظر، تأمل، تفكر، انظر، تأمل، تفكر، سوف تعرفه في كل شيء وتوقن أنه الله. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا قدوتنا وأسوتنا المصطفى والمنتقى والمجتبى سيدنا محمدا سيد ولد آدم ولا فخر. عذرا رسول الله إن قصرت في وصفه، فالعجز حيلتي فإن جمالكم لن يوصف. والله لو قلم الزمان منذ البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى، والله لو ماء البحار بأسرها كان المداد لوصف أحمد ما كفى، والله لو قبر النبي
تفجرت أنواره لولى البدر منها واختفى. يكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه أن القمر يكسف نوره لكن نور محمد لم يكسفا. يكفيه أن القمر يكسف نوره لكن نور محمد لن يكسفا. صلاة وسلاما على هذا النبي المكي المدني الزمزمي القرشي العزمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المستمعون الكرام، حياكم الله بتحية الإسلام. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. فبعدما استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من شيخنا الجليل والتي حلق بنا في رحاب سورة الإسراء وختمها برحاب هذه السورة الكريمة في سورة النازعات، تعالوا معنا لكي نضع لأنفسنا حياة كريمة طيبة الكل يأمل فيها خيرا. والسؤال الآن، من منا لا يبحث عن السعادة؟ الإجابة عن هذا السؤال أننا جميعا نبحث عنها. منا من يبحث عن السعادة في كثرة الأموال وجمعها، ومنا من يرى أن السعادة في إنجاب الأولاد وكثرة الذرية، ومنا من يرى أن السعادة أن يصل إلى منصب أو إلى جاه أو إلى سلطان ما، ومن الناس من يرى أن السعادة أن يشار إليه بالبنان، هذا فلان ابن فلان، ومنا من يرى أن السعادة تكمن في أن يتعالى وأن يتكبر على الناس. لكن السعادة الحقيقية عباد الله هي أن تكون في معية الله. السعادة الحقيقية أن يرضى عنك رب العالمين، أن تحيا حياة كريمة، حياة طيبة، حياة الفرح والسرور، حياة الأمن والأمان، حياة السلم والسلام، أن تحيا حياة في معية الله. لأنه من وجد الله تعالى فماذا فقد، ومن فقد الله تعالى فماذا وجد. نعم، ما من إنسان يستعين بالله ويتوكل على الله ويفوض الأمر كله إلى الله تعالى ويعتصم بالله ويلوذ به إلا وقد تحصن بحصن الله الحصين وآوى إلى ركن الله الرقيب. فتلكم هي السعادة، هي الحياة الراضية المرضية، هي الحياة التي يرضى رب العالمين فيها عن صاحبها فلا يشقى أبدا. هي الحياة التي يتفضل الله سبحانه وتعالى علينا فيها بالنعم مرة بعد مرة. هذه الحياة ينبغي علينا جميعا أن نسعى إليها، وهذه الحياة وعد من الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم، ووعد الله لا يتغير ولا يتبدل. وختاما أيها المسلمون الأفاضل، علينا جميعا أن نترك الدنيا وراء ظهورنا وأن نفتح مع الله سبحانه وتعالى صفحة جديدة نقية بيضاء، صفحة عامرة بالحب لله والحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعاهد رب العالمين على أن نحيا حياة طيبة لكي يتحقق فينا مولود الله الطيب بخاتمة السعادة أجمعين. ثم نلقى رب العالمين يوم القيامة وهو راض عنا. نسأل الله رب العالمين أن يرحمنا رحمة واسعة.
اللهم ارحمنا رحمة واسعة، واجعل حياتنا طيبة لك يا رب العالمين. اللهم اجعل ألسنتنا لك ذاكرة، وقلوبنا لك خاشعة، وأعيننا من خشيتك باكية، وجوارحنا لك ساكنة. اللهم زك نفوسنا، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، واعف وتكرم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. فما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان أو غفران فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. أقول قولي هذا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر الشريف، من هنا من ساحة المسجد الكبير بقرية كفر سندوة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية. والآن يطيب لنا أن نستمع إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ محمد علي جابين. طب القلوب ودواءها، اللهم صل على سيدنا محمد فلقد أُسِيتُ
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد علي جابين، نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي قدمناها لحضراتكم من هنا من ساحة المسجد الكبير بقرية كفر سندوة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية. إخوة الإيمان، وحتى نلتقي بحضراتكم في أمسية قادمة إن شاء الله، لكم أرق تحيات الزميل أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، وتقبلوا أرق تحيات محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.